السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني إنجازات وطني. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة المهندس عدنان المحيسن، وهو صاحب مكتب حطين الهندسي لتصميم وإشراف الدراسات والاستشارات الهندسية. سعادة المهندس عدنان المحيسن، بالبداية مرحب فيك برنامجنا الوطني، بنحكي لك دائما وأبدا مساء الخير عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليكم جميعا. فرصة أني أهنئ قائد الوطن بافتتاحه مجلس الأمة بالأمس، وأهنئ النواب الذين فازوا بهذا المجلس 17. هذا فخر لنا الحرية الموجودة في بلدنا، ونشكر القائمين على هيئة الانتخابات. نعم. هذا أولا. تشرفت بحضوركم في مكتبي. نعم، ما تشرفنا أكثر. هذا المكتب المتواضع الذي قمت بتأسيسه منذ عام 1992. نعم، مهندس عدنان المحيسن، مرحب فيك مرة أخرى بهذا البرنامج، وبداية مميزة أكيد بحضورك ببرنامجنا الوطني. تحدث عن، يعني أنت أشهر من أن تعرف سعادة المهندس عدنان المحيسن في هذا المكتب، مكتب حطين الهندسي، أتوقع أن المؤسسين في منطقة الوحدات، فحابين نتحدث من هو المهندس عدنان المحيسن؟ بكل تواضع، إنسان بسيط. نعم. مواليد عراق المنشية. نعم. لاجئ، ومن لاجئ إلى نازح. نعم. إلى مقيم في عمان والحمد لله. نعم. مواطن بسيط، تدرجت في المدارس الأردنية. نعم. وتعلمت على أفضل المدرسين في الخليل، في مدرسة الخليل. نعم. الثانوية. نعم. مدرسة الحسين ابن علي. معرفة. الثانوية في الخليل. معرفة. ثم سجلت في الجامعة الأردنية، ولكن لم يكن مطلبي، كان مطلبي أنا أدرس هندسة. نعم. وفي هذيك الأيام لم يكن في هندسة في الجامعة الأردنية. نعم. وكان ننوي أن نذهب إلى القاهرة، ولكن للأسف كانت سنة العدوان الثلاثي. نعم. وسكرت القاهرة أبوابها أمام الطلبة كافة. نعم. فاضطررت الذهاب إلى بلد بعيد اسمه يوغوسلافيا. طلعت خارج البلد. نعم. أكيد. لكن وجدنا فيه سعة وحمامية وحب من هذا الشعب اليوغوسلافي العريق. نعم. كان يحبنا ويحب العرب. ووقف معنا وساعدنا، وتدرج ودرست عندهم بكل، وكنت أعيش في بيوتهم، كنا نعيش. نعم. كأفراد من أهلهم ومن عائلاتهم، بكل حب وكل ود وبكل حنان. نعم. والحمد لله أنهيت الدراسة من جامعة بلغراد، كلية الهندسة المدنية. نعم. وعدت إلى أرض الوطن. نعم، يعني أكيد وطنك الغالي ترابك، أكيد تقدر تستخدم وطنك. لك الباع الطويل في القطاع الهندسي والتصميم والإشراف والدراسات. سعادة المهندس عدنان المحيسن، نتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها في هذا المكتب، مكتب حطين الهندسي العريق. يا سيدي، هذا بلدنا الأردن. نعم. هو من البلدان المشهورة بالعلم والعلماء في البلد، في مش الوطن العربي، يعني مستوى العالم، يعني يوجد فيها كفاءات. نعم. نسبة الكفاءات عالية جدا. نعم. ونحن قد قدمنا كفاءاتنا لمعظم الدول العربية. لا تنسى أن دول الخليج نحن من علمهم اللغة العربية. نعم. نحن من علمهم كل شيء، وهم الآن يطفرون بكل شيء، الحمد لله. نعم. نحن لما كنت أول ما بدأت حياتي في العمل في المقاولات. بالمقاولات. بالمقاولات. نعم. مع والدي الله يرحمه. تعيش. شو سبب اتجاه للإشراف الهندسي؟ اتجاه الإشراف الهندسي لأن المقاولات خاصة في الأردن فيش فيها استمرارية. شو السبب حسب المكتب؟ استمرارية لأنه فيش مجال للشغل، فيش مجال، يعني البلد استمرارية، الشركة حتى تقوم يجب أن يكون فيها استمرارية للعطاءات. نعم. هنا ما في استمرارية، تجيك عطاء تكمل الصف تبعك، خلص العطاء تقعد الصف يصبح عالي عليك. نعم. شو بدك تسوي فيه؟ تتحملوا شهر شهرين ثلاثة من جاك الشغل، بدك تضطر تفنش هذا. نعم. هذا الستاف اللي انت كونته للأسف يعني. نعم. فلذلك إذا جاك مشروع ثاني بدك تحاول تكون من دوره جديد. نعم. هذا سبب فشل كثير من المقاولين في البلد. نعم. لأنه عدم استمرارية
الشغل، لعدم وجود العطاءات الكافية لتشغيل هذه، يعني للدعم لهذه العطاءات. كيف؟ الدعم لهذه العطاءات. لا، بدك مجال السوق، السوق ضيق، سوقنا ضيق، والحكومة العطاءات الحكومية قليل جدا. قليل جدا، لا تكمل، يعني لا تكفي لهذه الكفاءات الموجودة في البلد. نعم جميل. يعني نعم سيادة المهندس عدنان المحاسن، بضم صوتي إلى صوتك، التصاميم والإشراف والدراسات والاستشارات. لذلك اتجهت في اتجاه التصميم والإشراف. نعم. لأني كنت عانيت من الإشراف، لأنه الإشراف في هذه في البلد عندنا هنا يعتبر جزء غير مكمل للمقاولات، لأنه الإشراف يعتبر المقاول دائما في لا 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 لا, لا يحترم المقاول كثير. لذلك حاولت أن أصحح هذه الفكرة، لأن الإشراف يجب أن يكون مكمل للمقاول ومكمل لصاحب الشغل. أكيد. لا يفترض فيه سوء الظن أبدا. هذا الإشراف دائما يفترض سوء الظن بالمقاولين. للأسف. وهذا مما يؤدي إلى تأخير المشاريع. نعم. سيادة المهندس يعني عدنان المحسن، يعني آخر المشاريع التي قمتم بها مؤخرا في مكتب حطين الهندسي. قلنا مشاريع كثير، مشاريع عمارة، مجمعات تجارية. نعم. منها مجمع كبير لبلدية ناعور، قيران نور، مساحة 12,000 متر مربع. ما شاء الله. قريبا سيران نور. قمنا بمشاريع تجارية للمواطنين، قمنا بمشاريع صناعات مدينة صناعية، قمنا بمشروع التجمعات الصناعية. التجمعات الصناعية سحاب؟ نحن من أقمتم هذه المشاريع؟ ما قمنا هذه المشاريع. نعم. يعني طب سعادة المهندس يعني عدنان المحسن، شو بتميز هذا المكتب، مكتب حطين الهندسي، عن مكاتب أخرى؟ مع احترامي لجميع مكاتب الهندسية، والله لا أستطيع أن أفكر بالتمييز. نعم. لأننا كلنا في الهم سوا. نعم. كلنا في الهم سواء، لأن المشاكل نفسها. نعم. ونفس المشاكل بالنسبة تواجه من في غرب عمان أو في أي محل ثاني. نعم. بالعكس، إحنا وجودنا في شرق عمان أعطى لهذه المنطقة هيبة أكثر، وأعطى استمرارية شغل أكثر. أكيد. وريح كثير من المواطنين. نعم. لذلك ندعو أنه دعم منطقة شرق عمان ووجود فرع لنقابة المهندسين في شرق عمان. نعم. لأنه التوجه العمراني الآن كله في شرق عمان، لأنه عمان الغربية ووسط عمان انتهت. نعم. فيش محلات، فيش مكان. وللأسف نرى أنه أمين عمان والحكومة بالأيام القليلة الماضية تطرح مشاريع ضخمة في وسط عمان في شميساني. نعم. متعدد الطوابق، 30 طابق و 40 طابق، ومستشفيات 8 طابق و 10 طابق. لميش عمان لا تتسع نفسها. عمان خاصة العبدل، منطقة العبدل، وإقامة المشاريع في وسط عمان حوالين في منطقة العبدلي. نعم. في منطقة العبدلي، هذه المنطقة كاد يجب أن تكون متنفس لعمان، يجب أن تكون حديقة لعمان. نعم. أن تخرج برا عمان شرق عمان وجبال عمان كثيرة. نعم. لماذا الضغط في وسط عمان؟ استغرب كيف أصحاب القرار يتخذون هذه القرارات. أنا أستغرب يعني. هل بدهم مثلا أصحاب القرار يطوروا هذه المنطقة، منطقة العبدلي؟ ليش يطور؟ ما في مجال لتطويرها. تطويرها بده مساحة. نعم. تطويرها يعني هدم المنطقة كاملة حتى تتطور. نعم. مش إنشاء مباني جديدة. يعني شو الحلول بوجهة نظرك؟ الحلول أنه عمان لازم تتجه إلى الشرق، إلى الجنوب والشرق. نعم. إلى الجنوب والشرق، أراضي متسعة، أراضي ممكن استفادة منها، تطوير يد عاملة، مستشفيات الذي بيسوها في وسط العمان 33 طابق. ليش؟ هذا ممكن يكون مدينة في ناحية المطار. أكيد. ممكن يكون مدينة كاملة يخدم الناس كلياتها. يعني شارع المطار أتوقع فيه مساحات فاضية. مساحات فاضية. يعني المشاكل المستشفيات عندنا، المستشفيات الخاصة خاصة، مين برودها؟ كلهم أجانب، أولاد الوطن العربي من الدول العربية، أو من في صالح التأمين في شركات التأمين. أما المواطن العادي لا يذهب إلى المستشفى الخاص. أكيد. لا يستطيع. نعم. لا يستطيع. يعني نحكي إحنا هاي أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه مثلا القطاع الهندسي. سعادة المهندس عدنان المحسن، أنا بضم صوتي إلى صوتك، أكيد كلامك صحيح. عمان يعني هي أم الحضارة، لكن
في اختناق في عمان ما بتسع انه ينحط اي مشروع داخل عمان منطقه عمان الا يعني نحكي احنا خلينا نحكي يعني مناطق بعمان شارع المطار يمكن توقف فيه مساحات كبيره شارع المطار نعم. شارع المطار هو مقصود العبدلي منطقه ضيقه ويعني لازم ان تكون متنفس هذه لا اكيد لازم ان تكون متنفس ان تخلى نعم. وتعمل حديقه عامه في عمان اكيد اكيد بضم صوت الرسول سعاده المهندس عدنان محسن نتحدث عن ابرز المشاكل والمعوقات انت بتقول عن مشكله عن مشاريع هندسيه لكن هل تواجهون اي مشاكل بالقطاع الهندسي في مكتب حطين الهندسي؟ المشاكل اللي واجهتنا تواجهنا في الامانه بالامانه امانات امان امانات عمان. ابرز هذه المشاكل ساعات المهندس الامانه موظفين الامانه غير يعني الكفاءه فيهم لا يستغلونها ان كان في وجود كفاءه لا يستغلون هذه الكفاءات طب شو السبب بس؟ السبب الكل يركن على الثاني هناك الموظف يعني الدائرة فيها 50 موظف اللي يشتغل فيها موظف واحد يعني والباقي يركن على الثاني يعني مقصد المعاملات الروتينية معاملات روتينية جدا نعم معاملات روتينية عدم قدرة خوف من اتخاذ القرار التقصير بالعمل الخوف من اتخاذ القرار كمان نعم إذا أي مشكلة أي معاملة أي شغلة بسيطة كان حولوها لوائية إذا ضاعت إذا نزلت لوائية يعني الى منطقه عمان تحت ضاعت المعامله شهرين ثلاثه اربعه عد ولا يمكن ما تبين كمان ممكن ما تبين نعم وهذا كلام انا مسؤول عنه سعاده المهندس عدنان محسن انت لك الخبره والباع الطويل يعني شو الدور الذي يعني لازم يقوموا فيه امانه عمان بالشكل الصحيح امانه عمان مظلومه اولا مظلومه لانها نعم. عليها ضغط كثير للتوظيف غصبا عنها هذا ما حدش بينكره ليش؟ ما دام في توظيف غصبا عنهم لن تقوم لأمانة عمان قائمة. أمانة عمان موظفيها يكفي ما فيها 30% ما فيها يكفي لشغلهم نعم. و60% كلهم فائض. هذا الفائض عجز في الميزانية، عجز في العمل، توكل في العمل، ذهاب مصالح الناس. يعني هل يعني نقصد احنا المحسوبيات صارت في امانه عمان ايضا في وين مكان محسوبيات في امان امانه عمان نعم موجود يعني كيف نحل هذه المشكله يا سعاده هذه المشكله وطنيه مش مشكله بس امانه عمان وطني مش مشكله دوائر كامله الوزارات كامله نعم يعني جميع الوزارات نفس الشيء يعني بقول لك القضاء على المحسوبيه هذا فاضي احنا بنقضي على المحسوبيه ونقضي على هذا لما تكون البلد فيها كفاءه فيها قيادات كفؤة نعم. اللي تقدر عندها القدرة نعم. إنها تكافح هذا التضخم نعم يعني كلامك جميل سعادة المهندس عدنان المحسن نقابة المهندسين هل تتعاون أكيد مع مكتب حطين الهندسي النقابة كنقابة هي علم وهي مدرسة نعم. وهي جامعة نعم. جامعة مش للأردن للوطن العربي كاملة أكيد وتقوم بخدمات جلة ونحن لن نتخلى عن نقابتنا ابدا مهما صار المشاكل. اكيد شو بتحب توجه لهم رساله شكر؟ اكيد التعاون الدائم. انا اوجه رساله شكر لنقابتنا لاستمراريتها اولا. نعم. ولقدرتها على احتضان 120 الف مهندس. ما شاء الله. 120 الف مهندس في بلد على السكان اللي تجاوز 6-7 ملايين. نعم. هذه قدرات خارقه. اكيد. قدرات خارقه. رغم ما فيها من مشاكل إلا أنها هي نبراس في هذا البلد. نعم والله مسطر صوتك احنا نشكر أيضا نقابة المهندسين التعاون الدائم مع المكاتب الهندسية نقول لهم الله يعطيكم العافية سعادة المهندس عدنان محسن ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لمكتب حطين الهندسي أكيد لك طموح دائما وأبدا والله الحمد لله الطموح لولا الطموح والأمل لما وجدنا أكيد والأمل أنه نتقرب أكثر من بعض أن نثق في بعض أكثر نعم أن تكبر عمان أن تحلو عمان عمان جميل جدا أكيد عمان من أجمل المدن أجمل المدن في العالم لو فريت في العالم كله لم أجد أجمل من عمان يعني لك صولات وجولات خارج البلد بالتأكيد نعم يعني عمان يا دارنا أكيد وهي أغنية أكيد راح تنحط بالبرنامج أكيد ساعة المهندس عدنان محسن نجات الصغيرة بدي أكيد عمان أكيد نتجه الآن يعني إلى جيل الشباب فرسان وفارسات التغيير أنت كلاك الباع الطويل لساعة المهندس عدنان محسن وأفنية العمر الطويل في القطاع الهندسي شو بتحب توجه رسالة للجيل القادم رسالة توعية وإرشاد حثهم على العمل بالشكل الصحيح والله يا سيدي الجيل القادم أوعى منا
أو هم الجيل القادم. صحيح. يا سيدي الجيل القادم، الجيل القادم هذا الجديد كل الإمكانيات متوفرة له. نعم. كل الإمكانيات متوفرة له. ولديه من الوعي الكثير. بس أنا أطلب من أولياء الأمور أن لا يتقنوا أولادهم، أن لا ينفخوهم أكثر من اللازم. نعم. أن يكونوا شوية دلع، يدشروا الدلع. نعم. كلام جميل بالعكس عبر الشاشة كلام جميل. الدلع أكيد. يعني بيعطوا الشاب او البنت اكثر من حجمه. بيعطوه اكثر من حجمه. نعم. يعني المفروض في توعيه اكثر من هيك والشيء اكيد. نعم. اكيد سعاده المهندس عدنان محسن، نحن نعيش بمنظومه نعمه امن وامان، يعني بنحكي لجيل الشباب والشابات من صار على الدرب وصل وكل مجتهد النصيب اكيد. نحن نعيش بمنظومه نعمه امن وامان والحمد لله على نعمه الامن والامان. اردن حديقه داخل حريقه، الامور متابعه حوالينا، الظروف الاقتصاديه بشكل عام. مدى مجدى الاستقرار الحمد لله على هذه النعمه، وجدى الاستثمار. لو قدر لك، أنت قابلت مع جلالة الملك في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة الصغيرة؟ المايك معك سعادة المهندس عدنان محسن والكاميرا أمامك. سيد البلاد رجل فاضل. نعم. يسعى لخدمة البلد، يرجو أن تكون كلمته فوق الكل. أكيد. استذكر قوله شرق عمان شرق عمان شرق عمان، ولا احد ولا احد يصغي. لماذا؟ جلالة الملك امر بتحسين بالاتجاه نحو شرق عمان ولا يسمع. لماذا؟ سيدنا يجب ان يسمع. نعم. سيدنا فوق الكل، سيدنا يحب البلد، سيدنا يعمل للبلد. نعم. اكيد أدعو له بطول السعادة وطول العمر. أكيد الله يطول عمرنا ويخلينا إياه. يعني جلالة الملك عبد الله الثاني خليفة وقروسنا حماة الوطن العين السهرة، الجهات الأمنية، شو بتحب توجه لهم رسالة؟ الله يعطيهم العافية. سيدي إحنا كلنا خدم للأمن. أكيد. هم أهلنا ورجالنا. نعم. حماتنا. نعم. نحن أكيد. الأمن. أكيد. نحن الأمن العام. نعم. كلنا جنود من جنود. كلنا جنود الأمن. نعم. العام. نعم. نحن في ظلهم، نحن في راياتهم. نعم. هم أولادنا، هم شبابنا، هم عزبتنا. أكيد. كيف ما هل يشكر الإنسان نفسه؟ لا. نعم. بضم صوتك. هم أكبر من الشكر. أكيد أكيد بضم صوتي إلى صوتك سعادة المهندس. الله يديم الأمن والأمان، نحكي على جميع الدول العربية ويديم الأمن أيضا على بلدنا الغالي الأردن. سعادة المهندس عدنان المحسن قبل نهاية هذه الحلقة حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع مكتب حطين الهندسي لتصميم والإشراف والدراسات والاستشارات الهندسية، وأيضا إذا لكم على الويب سايت على الفيسبوك حابين نحددوا للسادة المشاهدين. تفضل سيدي. موقع مكتبنا مقابل كلية حطين بالضبط. كلية حطين تقع في مثلث أم الحيران. نعم. أبو علندة، شارع مادبة أو شارع الأمير حسن. نعم. وعلى الشارع الرئيسي ومقابل سكة أم محطة سكة أم الحيران. أكيد معروف ومعروفة. نعم. أكيد أرقام الهواتف تتصدر على الشاشة عن زميلنا مدير التصوير السيد أحمد الخلدي. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة المهندس المعروف المهندس عدنان المحسن صاحب مكتب حطين الهندسي، وهو هذا المكتب لتصميم وإشراف الدراسات والاستشارات الهندسية في منطقة عمان شارع مادبة مقابل كلية حطين. والأرقام تتصدر عن زميلنا مدير التصوير السيد أحمد الخالد. نتمنى لك التوفيق سعادة المهندس عدنان المحسن للأمام إن شاء الله ولطموح قادم، وشكرا جزيلا لدعمك لبرنامج إنجازات وطنية. الله يعطيك العافية. نشكركم، نشكر حضوركم، وإلى الأمام.